صباح الخير لكل اللي عم بيتابعونا اليوم، بتأمل تكونوا كتار قدام شاشات التلفزيون وعم بتتابعوا عالم الصباح طبعا بهالنهار هذا الجديد يلي متمنى يكون نهار حلو على الجميع إن شاء الله ويمر على خير وسلامة بأفضل الطرق يلي أنتوا بتحبوها. عالم الصباح وتلفزيون المستقبل طبعا وبإطار كل الحملات يلي عم نتبعها وصلنا هلا لحتى نتابع حملة عن جد كتير مهمة، وهالمرة مش عم نحكي عن عدد كتير قليل، عم نحكي عن عدد كتير كبير من الأشخاص وحول العالم يلي ممكن انه يطال الجوع. وطبعا في كتير من الأشخاص مثل ما شفتوا من أول الأسبوع بلشنا نحكي عن إحصاءات عديدة بتنام يوميا وهي جوعانة، وشق كتير كبير منهم هن نساء وأطفال، وهدول طبعا بيرجعوا بيتأثروا جدا بصحتهم فيما بعد، وكتار منهم بيموتوا بأعمار صغيرة. هالحملة يلي بلشتها الأمم المتحدة ونحن عم نتبعها ابتداء من 10 حزيران ابتداء من أول هالأسبوع بتحمل عنوان فكر كول وفر. التوفير مش معناه انه نحن صرنا بخلا، التوفير مش معناه انه نحن ما بقى عم نحكي عن الكرم يلي نحن مشهورين فيه، لا، التوفير هو بما معنى انه نفكر بشكل كتير منطقي وسليم وذكي بالامور يلي عم نشتريها، عم نطبخها، وبالتالي اذا باقي ما نكب، هيدا اهم هدف لهالحمله هيدي، لانه بهالحاله بنكون جدا عم نقدر انه نغير كل السلسلة الغذائية ونقدر نوصل من خلال الاستهلاك والإنتاج الجيد عدد كتير كبير من الغذاء إلى الأشخاص يلي هن بحاجة لإلها. مشان هيك اليوم عم نكون يوميا مع بعض الأفكار يلي ممكن تطبقوها بحياتنا اليومية، ممكن نطبقها ومنها مثلا الأشياء الكتير بديهية وبسيطة أنه بخلال الأسبوع نحط ليستا نعلقها على البراد مثل كل الأشياء اللي بنعلقها على البراد عادة، ونقول انه نحن بخلال هالاسبوع كما بيعمل كمان الشيف شادي بخبركم قبل بوقت رح نطبخ هيك وهيك وهيك، ونحن بحاجه لهالغراض لهالانواع هي من الطبخات لهالاسبوع هيدا، ونشتري بالفعل يلي نحن بحاجه لإله بالكميات يلي نحن بحاجه لإلها اذا كنا اربعه او خمسه او ست اشخاص بالبيت، ما نشتري اكثر حتى ما نكب ونقول يي ما اكلون وبقي كتير، ما نشتري اشياء يمكن مش بحاجه لها، يعني حتى وقت نروح على السوبر ماركت كمان نعمل ليستا وما ننغر ببعض الامور، يي هيدي اليوم بجربها وهيدي بركه عزتها وهيدي عليها اوفر هيك نحطها والى اخره، بيتكدسوا عنا يمكن تخلص مدتهم قبل ما نستعملهم، يمكن ابدا ما نكون نحن من الاشخاص يلي بياكلوا هالمنتوجات يلي نحن اشتريناها بس لانه عندها اوفرات وغيرها. اذا شويه اذا بدكم تخطيط لقدام ممكن انه يساعد كثير، وما حدا يقول ولو انا بس اللي لازم خطط، ايه، لانه نحن اذا بلشنا كل شخص من حاله كتار رح بيتبعوا هالمثال هيدا، وبالتالي نقدر ننظم هالغذاء يلي عم نستهلكه بشكل كتير 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 قوي على كل الكرة الارضية. رح صبح بالخير الشيف شادي، وبعرف انه بيعمل مثل ما قلت لكم انا التخطيط لقدام. صباح الخير. صباح الخير. ما هيك؟ مش صباح الخير كمان للمشاهدين. هالاسبوع رح بيكون عنا هيك وهيك وهيك. بدي اقول شغلي هلا، انا شوي خايفين من موضوع انه العالم اللي عم يسمعونا ما يعملوا اللي نحن عم نوصله. لا، ليش خايفين؟ ما بعرف، لانه العالم معوده دائما وعندنا عادات، وخاصه نحن بلبنان والدول العربيه عندنا عادات بتحضير كميات كبيره من الاكل وهالكلام الزي، انه مش معناتها اذا وفرنا يعني نحن رح نسافر رح نتحدى، خلينا نقول بهذا الموضوع تنوصل لنحن للمسيره اللي بدنا اياها. واليوم عندي وصفه هي قمه التفكير، برا، هي قمة التوفير وهي قمة الأكل، فتابعونا. اي اكيد رح يتابعونا، انما في كثير من المواضيع كمان اليوم بخلال عالم الصباح رح نحكي عنها، وبالتحديد هالحمله مثل ما ذكرت يلي بلشناها بالتعاون مع الامم المتحده يلي تبغي انه نوصل التوعيه للحد من هدر الغذاء من حول العالم، وبالتالي نقدر نحد اكثر من الجوع. شو هن الفقرات والمواضيع لليوم نتابعها؟ بحلقة اليوم من عالم صباح منتابع الأبراج مع كارمن، على صحة سلامة مع رواء اتصالات وأخبار صحية، مع لما منعرف أكثر شو من البص ووين بيشوفي، وقفة خاصة مع دكتور ألفريد كرم والبروبيوتيك بلاس، وبخصوص الجمال مع جين نصار يلي بتلقى اتصالاتكم وبتعطيكم نصائح جمالية، مايا بتستقبل اتصالاتكم وبتجاوب على أسئلتكم بولادي بالدنيا، آخر أخبار السينما اللبنانية والعالمية مع غيدا بسينما، ضيفنا بيعرفنا على حملة الأمم المتحدة للحد من هدر الغذاء، ورشة ملح على سترومبولي الدجاج مع صلصة مارينارا مع شيف شادي.
شترومبولي عم شترومبولي تصليح للمعلومات، شترومبولي للجاز. رح ناخذ اكيد بعد شوي كل تفاصيلها ومواصفاتها مع شيف شادي. انما يلي بدي اقوله قبل ما ننتقل عند كارمن، لكل يلي معودين انه التنين يتصلوا بروا، اليوم استثنائيا رح بتكون موجوده وتتلقى اتصالاتكم، مشان هيك اذا عندكم اي اسئله موجهه لها بفقره على صحه السلامه طبعا فيكم تبلشوا انكم تتصلوا. انما هلا حان الوقت ننتقل لعند كارمن ونعرف تفاصيل الحظوظ والابراج لليوم. صباحكم الخير. اليوم الأربعاء 12 حزيران يونيو، القمر مرافقنا برج ناري برج الأسد. الجو اليوم جيد جدا للأبراج النارية، موالي برج الأسد القوس وأيضا الحمل. كيف رح بيكون هالنهار على كل الأبراج؟ بداية مع برج الحمل، طبعا لأنه القمر موجود ببرج صديق لك برج ناري، الجو اليوم عندك إيجابي، حظوظ كتير قوية، في مصالحة، في تفاهم، وهنالك لقاء فجأة يمكن يصير وبتطلع نتيجته على ذوقك. بعتبر المولود الأنشط والأوفر حظا نسبيا 1 2 3 و4 نيسان أبريل. ننتقل لبرج الثور. بالنسبة لبرج الثور هنالك مسألة بتخليك تفكر مرة ومرتين، هذه المسألة عائلية أو شخصية، يمكن تتطور خلالها 3 أيام بما أنه القمر ببرج الأسد باقي 3 أيام، لذلك حضر حالك، عندك 3 أيام فيهم مسائل شخصية أو حتى إذا عم تشتغل بمكتبك يمكن ما تطلع منه، بمعنى أنه ما في ظهرات ومجوات، ما في حركة برات المكتب، هنالك مسألة بدك تحلها ويمكن ما في حدا غيرك بحلها. الأكثر تعبا اليوم هو 25 و26 نيسان أبريل. بننتقل لبرج الجوزاء. اليوم مولود برج الجوزاء انهاره ديناميكي، بتشعلها بتولعها من الأيام الحلوة الديناميكية يلي بتبين فيها أحلى ميزاتك، وهي القدرة على الانصهار، التفاهم، الحكي الجيد، الدبلوماسي الإيجابي، الأخذ والعطاء. هنالك اجتماعيات ناجحة جدا اليوم، ما بيخاف عليك، أفكارك قوية وذكية، وخاصة إذا كنت من مواليد 16-17-18 حزيران يونيو أنت الأوفر حظا، لكن كن حذر، بعيد عن السرعة، التهور كليا إذا كنت من مواليد 29-30-31 أيار مايو. بننتقل لبرج السرطان. مولود برج السرطان بدك تكون واضح بكلامك، ما تستعجل تشتري شيء او تمضي على شيء او تحط حالك تحت قرض او دين. من المستحسن تنطر ليوصل عيد ميلادك، اذا مستعجل خذ نصيحه اليوم. من المستحسن طبعا من المفضل انه تاخذ الامور على الهدف، بدك تنتبه على اموالك، على مقتنياتك وممتلكاتك اليوم، لانه معقول تضيع او يصير فيه بلبله. وبيبقى المولود الاكثر تعبا نسبيا اليوم هو مولود شهر حزيران يونيو. بنكمل مع برج الاسد. من بعد ما قضيت يومين مولود برج الاسد ناطر جواب، على الارجح بتسمع هالجواب، بيوصل لك الخبر بهالثلاث ايام، الخبر طبعا ايجابي، بيطمن لك بالك، بيشيلك من موقع مراوحة المكان الى موقع الانطلاق، لذلك حضر حالك، وخاصة مولود شهر تموز يوليو على الارجح اليوم نهارك سريع الايقاع كثير، اذا نهار رائع من الايام الحلوة الحلوة بهيدا الشهر، وبعتبر المولود الاكثر حظا نسبيا 3 4 و5 آب أغسطس. منكمل مع برج العذراء. بالنسبة لبرج العذراء من امبارح نبهتك انه هالثلاث ايام اليوم وبكره وبعد بكره ثقيلة، اليوم نهار معقول يزعلك، معقول يخيب لك املك، معقول تحس حالك تعبان مريض او يمكن في فوضى وبلبلة وتطلع انت بالنتيجة بهالطوفان رايح وخسران. انتبه كثير مولود برج العذراء ما تجازف، انتبه على سمعتك على اسمك، انتبه من الفوضى وانتبه ايضا من الفضائح، وبعتبر المولود الاقل حظا 28-29 اب أغسطس. ننتقل لبرج الميزان. مولود برج الميزان ما حدا اليوم مبسوط أكثر منك، ما حدا بيقدر يولعها أكثر منك، اليوم مولود برج الميزان تتميز بخفة روحك، بلطافتك، بروحك الرياضية، باجتماعياتك، تلفت الأنظار والناس بتشجعك والناس بتزقف لك والناس رح توقف لجانبك، مش بس اليوم ثلاث أيام ورا بعضها، وبعتبر الأكثر حظا 9-10-11 أكتوبر، ونضيف لقلهم 18-19-20 أكتوبر تشرين الأول. ننتقل لبرج العقرب. مولود برج العقرب نهار مزعج، نهار تقيل، نهار المسؤولية كتير تقيلة، يمكن عندك اجتماع، يمكن عندك عمل واحد فقط، بند واحد على الأجندة على جدول الأعمال، لكن هالبند هو قد كل النهار. نهار متعب مرهق،
احد الوالدين كمان عنده مطالب او عنده اهتمامات وبدك تنشغل فيها. انتبه ما تخالف القوانين وخليك دايما ماشي حسب الاصول. وبعتبر المولود الاكثر تعبا 27-28 اكتوبر، ايضا 7-8-9 نوفمبر تشرين الثاني. ننتقل لبرج القوس. مولود برج القوس واخيرا من كل ايام هالاسبوع اليوم بترتاح، بتحس انه واخيرا في حدا فهمك، واخيرا في فرصه جيده لإلك، وكانه في نافذه، في باب بيفتح بوجهك. طموحاتك اليوم حلوه جيده نشيطه، مصالحه اليوم بتصير وبتتم، المهم انت تاخذ مبادره، انت تملك الطاقه الايجابيه، فانت يلي بدك تبادر وانت يلي بدك تحركها. بيبقى لو فر حظا نسبيا 4-5 كانون الاول ديسمبر. منكمل مع برج الجدي. بالنسبة لبرج الجدي نهار متعب صحيا، مهنيا، إداريا، انتبه ماليا، ما تعرض حالك للمشاكل، بعد عن الأشخاص اللي بتعتبر أنه بتعتقد أو شاكك أنه عندهم نوايا سلبية. انتبه لأمور صحية واستشفائية، خاصة مولود 2 و3 و4 كانون الثاني يناير. منكمل مع برج الدلو. مولود برج الدلو صحيح في شوية توتر اليوم، لكن هيك نهار يمكن يصير في ارتباط، في كونترا، في لقاء اجتماعي كتير مهم على أثره بسببه من وراء، يمكن أنت تمضي ورقة. جميع الأحوال إذا هالورقة كتير مهمة وأنت بدك إياها، ما تكشر، حاول ما تتزمر، وحاول تعطي أفضل انطباع. وبيبقى الأكثر حظا مولود 16-17 شباط فبراير. نوصل لاخر الابراج، برج الحوت. بالنسبه لبرج الحوت، مولود برج الحوت احلى شيء بتعمله اليوم انك تقعد، ما بتحكي مع حدا، ما بتتعاطى مع حدا، ما بتفتح حالك ابواب مغلقه، بتنتبه لصحتك وتنتبه لشغلك، عندك اجنده، عندك اولويات بتنتبه لهم تشتغل عليهم، هذا كل شيء مطلوب منك اليوم وبكره وبعد بكره واليومين اللي بعدهم، يعني كل هالخمس ايام منهم سهلين، لذلك اقعد عاقل، بعد عن المشاكل، سفر سني، انتبه لصحتك أهم شيء. بعتبر الأقل حظا 23-24 و25 شباط فبراير. بختم مع مولود اليوم. بالنسبة لمولود اليوم انتظاره سنة نشيطة سريعة جدا، فيها ريلوكيشن، يعني فيها انتقال وتغيير مكان إلى آخر، سواء كنت طالب تغير مدرسة، يمكن تروح لجامعة، يمكن حتى بصير في تغييرات بقلب مدرستك، حتى اللي بيشتغلوا يمكن في عندكم تغييرات بقلب المكتب وانتقال بالشغل. حزيران، يونيو، أكتوبر، شباط فبراير هني أفضل الأشهر. هذه كانت أبراجنا لليوم، نتمنى لكم نهار حلو، بنرجع نلتقي بكرة إذا الله راد مع أبراج جديدة. باي باي. شكرا لك كارمن، بتامل يلي تابعوا الابراج يكونوا كلهم حظوظهم اخذوا الشق الايجابي فيها. رح ناخذ بريك صغير ومن بعدها بترجع تنضم لنا روى على صحه السلامه، ومثل ما قلت فيكم بلشوا تتصلوا فيها مباشره على الهواء.